المباراة من بريدة إلى الرياض كان قضية القضايا في اليومين الماضيين، ولم يسأل أحد لماذا وافق التعاون. الجواب لدى ديما محمد السائح. من المتوقع أن يصل دخل التعاون من بيع تذاكر اللقاء المرتقب إلى 2,400,000 ريال سعودي تقريباً، بعد بيع تذاكر 62,000 متفرج لجميع الدرجات الثانية والأولى بقيمة 40 ريال سعودي، يضاف إليها قيمة تذاكر المنصة الرئيسية التي تتسع إلى 1,200 شخص وبقيمة 800 ريال للتذكرة الواحدة، أي أن المنصة لوحدها سيكون دخلها 960,000 ريال. وكان الأمير فيصل بن تركي قد اشترى مقاعد المنصة بالكامل وقدمها كدعوات لضيوفه الذين تمت دعوتهم من الخليج والعالم العربي والسعودية لحضور تتويج فريقه باللقب، أبرزهم محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي السابق والشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس اتحادها المحلي لكرة القدم ومحمود الخطيب الدولي السابق ونائب رئيس النادي الأهلي المصري السابق وغيرهم من الشخصيات العربية والإعلامية. هذا عن المال المقبوض، لكن نادي التعاون لم يكتفي بذلك، بل سيصل إلى الرياض ويعود إلى بريدة على متن طائرة خاصة كانت ستنقل النصر إلى بريدة. تكفل بالطائرة الأمير عبد الله بن تركي بن ناصر شقيق رئيس النصر، وهي إحدى طائرات شركته الخاصة التي تقدم خدمات الطيران الخاص. مباراة التتويج سيقبض فيها التعاون أكثر من 3,360,000 ريال سعودي، وسيغادر لأول مرة على متن طائرة خاصة فخمة، ولكن الأثمن من كل هذا سيكون كأس الدوري الذي سيرفعه النصر مهما فعل التعاون في المباراة. ديما محمد السائح، العربية. وقفتنا الأولى نتابع بعدها ما تبقى من في المرمى وفي السهلاوي ليلة الديربي، المنقذ هوساوي والعودة أمام الاتحاد، منعطفات في مسيرة بطل الدوري. أصفر الرياض غاب 20 عاما وعاد لتحطيم رقمين قياسيين، مرشحة إلى الارتفاع إلى 4 أرقام. محمد السائح. من المتوقع أن يصل دخل التعاون من بيع تذاكر اللقاء المرتقب إلى 2,400,000 ريال سعودي تقريباً، بعد بيع تذاكر 62,000 متفرج لجميع الدرجات الثانية والأولى بقيمة 40 ريال سعودي، يضاف إليها قيمة تذاكر المنصة الرئيسية التي تتسع إلى 1,200 شخص وبقيمة 800 ريال للتذكرة الواحدة، أي أن المنصة لوحدها سيكون دخلها 960,000 ريال. وكان الأمير فيصل بن تركي قد اشترى مقاعد المنصة بالكامل وقدمها كدعوات لضيوفه الذين تمت دعوتهم من الخليج والعالم العربي والسعودية لحضور تتويج فريقه باللقب، أبرزهم محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي السابق والشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس اتحادها المحلي لكرة القدم ومحمود الخطيب الدولي السابق ونائب رئيس النادي الأهلي المصري السابق وغيرهم من الشخصيات العربية والإعلامية. هذا عن المال المقبوض، لكن نادي التعاون لم يكتفي بذلك، بل سيصل إلى الرياض ويعود إلى بريدة على متن طائرة خاصة كانت ستنقل النصر إلى بريدة. تكفل بالطائرة الأمير عبد الله بن تركي بن ناصر شقيق رئيس النصر، وهي إحدى طائرات شركته الخاصة التي تقدم خدمات الطيران الخاص. مباراة التتويج سيقبض فيها التعاون أكثر من 3,360,000 ريال سعودي، وسيغادر لأول مرة على متن طائرة خاصة فخمة،
ولكن الأثمن من كل هذا سيكون كأس الدوري الذي سيرفعه النصر مهما فعل التعاون في المباراة. ديما محمد السائح، العربية. هذه وقفتنا الأولى، نتابع بعدها ما تبقى من فيلم مرمى وفي السهلاوي، ليلة الديربي، المنقذ هوساوي، والعودة أمام الاتحاد، منعطفات في مسيرة بطل الدوري. أصفر الرياض غاب 20 عاما وعاد لتحطيم رقمين قياسيين، مرشحة إلى الارتفاع إلى 4 أرقام.